أسوة بإخوانهم في المغرب، تابع أفراد الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية العرس الرياضي الكبير الذي شهدته مدينة مراكش يوم السبت 21 من شهر ديسمبر الجاري. مغاربة الولايات المتحدة الأمريكية وفي منطقة واشنطن على وجه التحديد كانوا كما من قبل في الموعد، ورغم تعثر فريق الرجاء البيضاوي أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ فإن الانطباع كان إيجابياً تجاه ما حققه النسور الخضر. الحمد لله الخسارة ما كايناش ديما الربح، المهم هو أنه تجمعنا احنا في واشنطن تجمعات الجالية وفرحنا على الرجاء، والرجاء ولا الوداد ولا الكوكب، المهم هو الإنسان المشاركة والحمد لله على كل الأحوال. أي مرة ربحنا ماشي خسرنا، مادام أن الرجاء البيضاوي وصل للفاينل وهذا شرف العرب وشرف المغاربة كاملين، وكان احنا فرحانين بزاف بهذه النتيجة هذه، والحمد لله زعما إن شاء الله العقبة العام الجاي والأعوام المقبلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الرجاء دارت اللي عليها ولعبات مزيان، وكان دوك جوج بيوتها في الأول كانوا شوية مفاجئين، والحمد لله نتمنوا التوفيق في الماتشات الجايين، ونتمنوا المنتخب يكون شي منتخب مزيان، يكونوا لنا شي منتخب من الانديه. تحيه كبيره للفريق الرجاء البيضاوي اللي صراحه ظهر بمستوى جيد، يعني لا باس به مقارنه مع المقابله اللي قام بها مع البرازيل. وحنا كجاليه مغربيه مقيمه هنا بالولايات المتحده تنحييهم ومفوز يعني بهذا الفوز الجميل، وشكرا لجميع المغاربه وهنيئا لكم. السلام عليكم، تنتمنوا الفوز للمغاربه كاملين، واخا النهايه ما كانش متوفقه، المهم تنتمنوا للمغاربه كل المرباح ان شاء الله، وتكون يعني بادره طيبه لكل الانديه. فعبر امواج قناه فوكس سبورت الامريكيه تابع مغاربه امريكا المباراه، وكلهم اعتزاز بقناة غير عربية لكنها تبث على أمواجها خريطة المغرب مكتملة دون أي اقتطاع، فكانت نتيجة المباراة هي آخر ما يهمهم، وهم الذين حجوا إلى المقاهي والمطاعم للاعتزاز بما يحققه وطنهم الأصل من إنجازات تجعلهم أكثر افتخارا. فازت الرجاء البيضاوي إذن أم لم تفز؟ فقد فاز المغرب بشرف احتضان أحد أهم التظاهرات الرياضية عالميا، وفاز فريقه الرجاء البيضاوي بشرف الانضمام إلى نادي كبريات الفرق العالمية، فهنيئا له بهذا الإنجاز. محمد سعيد الوفي، قناة المهاجر، واشنطن.